لجأنا إلى مدارس الوكالة. في خلال الحرب سرق المحل، ما بقاش إلا أرفف في الثلاجة القديمة اللي عندي ولا شيء. صار معي صدمة وصرت بعود في حالي عبال ما أشتري بضاعة شوية شوية عشان أرجع زي ما كنت أو أرجع بقوتي أميرة. عملت تقدمت للمشروع وصار لإلي النصيب والفرصة إني أخذت المنحة ورتبت دكان وطورتها لحد ما صارت شبه ميني ماركت، وبحمد الله عليه عالجته والحمد لله. زي ما انتم شايفين بنيت من أول وجديد، وزي كل حرب يعني كمان 2012 كمان اتدمرت ورجعت أميرة اللي هي أميرة.